بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر قناة بلاد على هذه الاستضافة، ان شاء الله نفوتوا قاعدة زينة ان شاء الله. ياسين جلولي من مدينة وهران، بالضبط من عين ترك مرسى الكبير، من مواليد 1995، وسط ميدان هجومي. لعبت في براعم مرسى الكبير حتى صنف إيكنز، لعبت 3 مواسم في مولية وهران حتى صيف الأمان. السبب الأول، كرة القدم هواية حبها منذ الصغر. والشيء الثاني، الأب أصر علي أن ألعب كرة القدم. على مدى التاريخ الكرة الجزائرية أو الجزائرية يحتل في بطولة بنغالية، أولا كان عندي 3 عروض من الخارج. كان عندي عرض من بطولة بنغالية، وعرض من فريق بطولة ليبيا، وعرض من فريق بطولة أردنية. وكيل من قبل أخذ اللاعب السابق، أحيي بالمناسبة برقيقة، إلى البطولة الآسيوية. تكلم معي في الموضوع، قال لي الخيار بنغلاديش سيكون أفضل بالنسبة لك من جانب رياضي. والحمد لله القرار كان صحيح. والله لحظات صعبة، خاصة أول مرة ألعب خارج البلد. في البداية أب والأم كانت عليهم صعيبة، خاصة الأم نحييها بالمناسبة. مع مرور الوقت الوالدة تفهمت والوالد تفهم، والحمد لله يا ربي. هذه سنة الحياة. الأسبوع الأول تاعي في بنغلاديش، تكلمت مع الوكيل، قلت له أريد أن أفسخ العقد مع الفريق. لن أتأقلم في البداية مع الأجواء، مع المحيط بنغلاديش. النمط المعيشي مختلف، الأكل مختلف، يوجد اختلاف 5 ساعات ما بين الجزائر وبنغلاديش. كان عندي مشكل في اتصال مع العائلة، المدرب يطلب من اللاعبين النوم باكرا، وأنا أتكلم مع الأم والأب على الساعة متأخرة. بعدها المدرب تفهم الوضع وحيه بالمناسبة، وشكره على الثقة، وشكره على مساندتي لي طيلة الفترة تاعي في بنغلاديش. يوجد اختلاف كبير بنسبة 70% ما بين الجزائر وبنغلاديش، اختلاف كبير في الأكل، في النمط المعيشي، اختلاف كبير في اللغة. في بنغلاديش يتكلمون اللغة الإنجليزية أو البنغالية. في البداية كانت عندي مشكل كبير، ما نعرفش نتكلم باللغة الإنجليزية. أشكر صديقي أحمد لاعب المصري، يتكلم عربية ويتكلم إنجليزية، كان بالنسبة لي مترجم ليس لاعب معي في الفريق. أشكر الإدارة، وفرت لي كل شيء الحمد لله. عاد نعمل ليسيونس أونجلي، والله بكل صراحة توحشت بزاف. طاليك زوم كما فريتهم للتحديات على الوالدة. أنا خاصة في يوم الجمعة أحب كثيرا الكسكس. الحمد لله كنت أتصل بالوالدة تعطيني تعليمات من أجل الطبخ. أصبحت أطبخ لنفسي. بلد يقدر الأجانب، بلد سياحيا. أنا كنت أسكن في داكا في العاصمة، مكان جميل جدا. مدرب فريقي مكتي جادة انتقل إلى البطولة التايلاندية، أصر علي، تكلم مع الإدارة. كان عندي عرض ثاني من قسم الثاني بطولة إماراتية، الإدارة صعبت لي المأمورية، ما فرطتش في الخدمة تاعي. هذا المشكل كبير منذ البداية. تكلمت مع الرئيس والوكيل، عندما يأتيني عرض أفضل يعطوني ورقة تصريح، وعندما جاءوني عرضين صعبوا لي المأمورية. كنت أفضل البطولة الإماراتية لأن بلد عربي يتكلم عربية، يساعدني كثيرا في الاندماج في فريق أسي ميلان. إدارة في سني كنت أشاهد مباراة أسي ميلان، هو كان فريق القوي بأرض أرمضة من اللاعبين، ولكن أميل من جانب ريال مدريد. بكل صراحة أنا أسكن في مدينة وهران، كل السكان وهران يحبون مولية وهران، شيء أكيد. مولية وهران فريق القلب. كان يعجبني اللاعب عمار عمور، مثال في التربية، مثال في الميدان. إن شاء الله أسير على خطاه، وخارجا زيدا. عندي 3 عروض من خارج البلد، وعندي عروض من قسم أول البطولة الجزائرية. الوكيل تفاوض مع الفريق الجزائرية، والآن أنا في دراسة العروض الخارجية. بالنسبة لي إن كان عرض من الخارج بطولة قوية أغادر البلد، إن كان عرض في فريق متوسط أو بطولة متوسطة أقعد في بلدي وألعب بجوار العائلة. هما كلش في الدنيا هذه. نشكرهم بزاف على البريود اللي فوت فيها في بنغلاديش، توجور تلقيتهم في كتافي، توجور يعاونوني مورالمون الحمد لله، وإن شاء الله بربي نزيد نفرحهم خير إن شاء الله. نشكركم بزاف على هذه الاستضافة، نشكر قناة البلاد، نتمنى لها التوفيق، نشكر صحابي اللي وقفوا معايا، نشكر جميع واحد عاوني.